السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم موقع أكثر من رائع يقوم بأخذك إلى أماكن مختلفة، سواء كانت منازل، مطاعم، منازل يعني، أو أماكن من الخارج، مدن، أماكن جليدية، أنفاق، يعني الكثير والكثير من الأماكن يأخذك إليها هذا الموقع وتشاهدها بصيغة HD وكذلك 3D، يعني تشاهد ما حولك وتشاهد الناس الذين في ذلك المكان، يعني الكثير من الأماكن، منها مدارس، منها غير ذلك، فقط بالدخول إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو. تضغط هنا على هذا الباب هكذا ويقوم بأخذك إلى مكان عشوائي هنا كما ترى، يعني نفق أو كهف تحت البحر أو تحت الأرض، هنا كما ترى جسر والناس يدخلون ويصورون وغير ذلك. عندما تمل من هذا المكان اضغط فقط هنا على هذه الأيقونة لأخذك إلى مكان آخر، take me somewhere else. هنا كما ترى أيضا نفق تحت الماء وهنا الناس يعني يصورون ويعجبهم هذا المكان، تشاهده يعني من مختلف الأماكن. إذن هكذا كما ترى أمامك مشاهدي الكريم، إذا نضغط هنا مرة أخرى، إذن أخذنا إلى مكان آخر، هنا أظن كنيسة، استغفر الله. إذا نذهب إلى مكان آخر كما ترى، هنا مدرسة مهجورة و خراب يعم المكان، والدواليب مفتوحة والكثير من الخراب هنا كما ترى، يعني موقع رائع لمحاربة الملل على الانترنت، هنا الكراسات ربما حدثت حرب في هذا المكان. إذا لنذهب إلى مكان آخر، إذا غابة، غابة وأشجار، وطبعا الجودة عالية للغاية في هذا الموقع وهذا يعني الأماكن التي فيه. إذا كما ترى مشاهدي الكريم، إذا لنذهب إلى مكان آخر ونرى إلى ماذا سيأخذنا. أخذنا إلى مكان به تحف فنية ولوحات ورسومات، محل على ما أظن كنت كذلك التقريب باستخدام عجلة الماوس لترى ما الذي في هذا المكان. كما ترى نذهب إلى آخر مكان ونرى ما الذي سيأخذنا إليه. إذا سكة قطار كما ترى، مناظر طبيعية رائعة للغاية، هنا جسر وهنا النهر وهنا الأشجار، لنرى هذا المكان. إذن كما ترى نفق سكة قطار والأشجار يعني موقع رائع للغاية في محاربة الملل على الإنترنت، يعني يأخذك وتتجول في العديد من الأماكن وأنت أمام حاسوبك. إذا أعجبك هذا الموقع لا تبخل علي بالنقر على زر لايك ومشاركتنا تجربتك وتعليقك ورأيك في هذا الموقع، لا تنسى كذلك الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب فقط يظهر الآن أسفل الفيديو، على يميني قم بالضغط عليه قبل إنهاء الفيديو، لا تنسى كذلك زيارة مدونتنا الرسمية th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.